أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. منذ العام 2009 تقاتل الفنانة الفلسطينية ريم بنا المرض وتنتصر عليه وتعود لتزرع الأمل في قلوب محبيها وتصدح بالغناء من جديد. وفي ظل كفاح الفنانة التي تناضل بصوتها وفنها لتقديم رسالة الفن الإنسانية، اجتاح المرض من جديد العام الماضي جسدها لتؤكد إصرارها من جديد. خلال مرحلة العلاج اللي بتمر فيها الفنانة وبتشارك محبيها بتفاصيل علاجها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت مؤخراً بشكل صادم أنها قد تفقد صوتها للأبد نتيجة مرض مجهول أثر على الأحبال الصوتية لها. وبين سارة الفلسطينية وسارة السورية هناك قصة إنسانية مستمرة بصوت الفنانة ريم بنا. كانت سارة تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين. ربما لم تكن تدرك ريم البنا حينما غنت أغنيتها الشهيرة سارة بأن طفلة اسمها سارة تعاني من نفس ما عانته الطفلة سارة الفلسطينية والتي عاجلها القناص الإسرائيلي برصاصة في الرأس. سارة العلاو التي اتهمها النظام السوري بممارسة جهاد النكاح وهي لم تتجاوز 12 من عمرها، لا بل ومارست التشهير بحقها حينما عرضها على التلفزيون المحلي لتروي قصتها الملفقة المخجلة والتي خبأت خلفها دمعا كبيرا وحزنا وقهرا لن ينساه كل من شاهد. واجب علي أن أمارس مع أي شخص تابع عجوبة النصر جهاد النكاح. غافلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير. ريم البنا تحدثت عن سارة التي عاجلها القناص، ولكن القناص الذي أصاب سارة السورية أصابها في القلب وفي الشرف، وأصاب معها كل من شاهد التقرير المزيف الذي يتهم الطفلة في شرفها. للإطمئنان على صحة صديقة الثورة السورية الفنانة ريم بنا، بيسعدنا أنه نستضيفها عبر السكايب من مدينة الناصر الفلسطينية. صباح الخير ريم. صباح النور. صباح الخير ريم. صباح النور، كيفكم؟ الحمد لله تمام. أنت طمنينا عنك ريم، طمنينا عن صحتك اليوم. أنا صحتي منيحة، بس معلش بدي أطلب منكم أنه كتير تنتبهوا وقت بتحكوا عن موضوع أنه عن قصة مرضي، لأنه مش صحيح أنه المرض اجتاح جسدي أبداً. لم يجتاح بعد ولن يجتاح. أنا يعني مرض، إذا بدنا نحكي عن مرض السرطان، أنا وضعي الصحي الآن مستقر، طبعاً بأخذ علاجات، هي علاجات مستمرة خلال كل 6 سنوات، يعني مش شيء جديد. علاجات لأنه المرض تبعي مثل المرض المزمن، فعادي يعني الموضوع عادي، وأنا وضعي الصحي فعلا مستقر والمرض لم يجتاح جسمي، بالعكس بعده محصور بس بنفس النقطة. بالنسبة للي صار في صوتي، يعني أنا معرفش ليش نفهم الموضوع غلط شوي، مش رح أفقد صوتي إلى الأبد، والدليل إن أنا بعدني بحكي، عم تسمعوني بحكي معكم. صار في عندي مشكلة، صار في عندي شلل بالوتر اليساري بدون سبب معروف وما له علاقة هذا بالمرض اللي أنا بعاني منه، يعني مرض السرطان نهائي ما له علاقة. يعني اللي صار هو أنه أنا حاليا ما عندي إمكانية أغني لأنه بعد في هاي المشكلة بالوتر، بعد في معاي مجال أنه يرجع كما كان كمان شي 6 أشهر، وإذا ما رجع الجسم والوتر نفسه بيرمم حاله وبتحسن، طبعا في تدخلات طبيه اكيد اللي بحسن صوتي، ولما بتحسن انا بقدر اغني بس باسلوب مغاير عن قبل، يعني بتغير شوي خامه صوتي. برضو ممكن يعني يكون هذا تحدي جديد لاجرب حالي بمجال شوي مختلف من ناحيه نبره صوتي، بس انا اكيد راجعه اغني إن شاء الله. ريم الله يديم الصحة لإلك، ونحن دائماً بنعرفك قديه أنت حدا كتير قوي. ريم طيب، ريم قديه المتوقع، يعني خاصة أنه أنت كنت عم بتحضري لألبوم جديد، يعني والناس كانت قاعدة عم تنطر هذا الألبوم اسمه مجنون، ف
فشو المتوقع هلا حاليا تجاه هذا الالبوم؟ لا ما اسمش مجنونه. حكيت عن البوم انه هو البوم رح يكون جديد وفيه جنان. يعني فيه فيه اشي ما نعمل من قبل. انا حاليا عم بشتغل فيه، يعني عم بحضر، عم بجرب اسجل مقاطع صوتيه غناء وكلام. وهو اشي بتعلق بملف الطب اللي بتعلق بالحنجره، تحويله لملفات موسيقيه ببرنامج معين. هذا هو الجنون يعني. والشغل الثاني انه الفكره تبعت الالبوم راح تكون متعلقه بفكره يعني كيف اسكات الصوت، كيف انه ما حدا بيقدر يسكت الصوت او حريه التعبير، يعني برضو بيتعلق بالحريه وبعدم طمس او التعتيم او كتم الصوت. نحن بنعرف ريم انك يعني جبارة وعنيدة كمان، اكيد الاطباء حاكين لك انه شوي خفي على حالك، لكن انت ما بترد عليهم مزبوط؟ لا بالعكس، بالعكس الاطباء يعني بضل دائما يقولوا لي انه بالنسبة لنا انت حالة استثنائية. يعني دكتور اللي بعالجني السرطان بضل يقول لي دائما انه، او حتى بيقول للمرضى اللي بيجيبوا سيرتي انه في ريم وكذا، بقول ان ريم بالنسبه لي حاله استثنائيه، عشان تقدر تكون مثل وضعها انت لازم تكون هي تكون زيها يعني. بالنسبه لطبيب الحنجره طبعا حكيت له عن مشروع الموسيقي، كثير انبسط انه انا بعد بفكر بهاي اللحظه رغم انه فاقده يعني القدره على الغناء، بس لسه بحارب وبجرب انه اغني. وفعلا انا يعني من امبارح بلشت اجرب تسجيلات هيك صغيره، حسيت انه في شيء ممكن ينعمل ان شاء الله. طب ريم يعني بدي اكون شوي نكون حشريين شوي اكثر ونطمن المشاهدين ومحبينك اكثر، وخاصه المشاهدين السوريين، يعني قد ايه يعني احكي لنا اكثر عن وضعك الصحي اليوم اذا في تفاصيل اكثر كتطمين للناس اكثر، يعني بخصوص موضوع الحنجره وايضا بخصوص موضوع مرض السرطان للناس تطمن اكثر، لانه كان كثير الناس تضايقت الشيء اللي كتبتيه على الفيسبوك والناس كلها تنقمت. ولا شيء بالنسبه للسرطان، انا في مرحله علاج، يعني بكره رح ارجع اخذ علاج كيماوي. بس على فكره انا صار لي يعني 6 سنوات ونص باخذ علاجات كيماويه، ما وقفت تقريبا، بس في فتره اللي كان يصير يفرج التقارير انه خلص صار شفاء، وقت كنت اعلن انه خلص، بس بعد فرع عود يرجع على نفس المكان. نوعية مرضي مش من النوع، يعني مش نوعية مقلقة، لانه هي مثل الامراض المزمنة، يعني لازم اتعامل معها مثل السكر والضغط، كيف المرضى يعني تبعون السكر والضغط. بضلني اتعالج بشكل دائم تقريبا، هذا اشي افضل من انه يطيب وبعد مثلا 5 سنوات يرجع يكون من النوع العدواني ويهاجم ويقضي علي. فنوعية مرضي الاشي المنيح فيه انا بطيء بالتطور، يعني بضلني دائما اتعالج ونضبطه، فهذا بضمن حياتي خلينا نقول. وما حدا بيعرف يعني اليوم في علاجات وادوية كتير لمرض السرطان، ممكن بأشهر بسنة بسنتين يطلع حب الدواء ويروح هذا المرض، هذا اللي نتأمله. بس أنا بجد يعني وضع الصحي من ناحية مرض السرطان مستقر، وفيش شيء مقلق، فيش شيء خطر، فيش شيء أبدا. عم بحكي الحقيقة طبعا، مش عم يعني فينا نقول الحمد لله يعني. لا لا أكيد نتمنى أنه يزول نهائيا، لكن الحمد لله أنه مستقر يعني وما عم بتطور. لا مستقر وضعي والحمد لله. بالنسبة للحنجرة زي ما حكيت وضحت، هي شغلة مسألة وقت، يعني بحاجة لوقت تيرجع يترمم. أنا كمان عم بفحص المزبوط مع أطباء بريت البلاد، كمان في أمريكا في تواصل مع أطباء كتير معروفين. في أمل يعني، اليوم في طب متطور، في احتمال يكون في حل للموضوع. وزي ما حكيت إذا ما رجع تماما مثل ما كان، الجسم قادر انه يرمم الصوت ويحسنه. واليوم في كمان بيعطوا
زي إبرة للوتر اللي ما بيشتغل، هو زي الفيلينج اللي بخلوه يقرب على الوتر السليم، وهيك بصير الواحد يقدر يضبط الصوت أكتر والنفس أكتر، وبقدر طبعا بصير الغناء كتير أسهل إن شاء الله. في حلول إن شاء الله إن شاء الله. طيب ريم، بهاي اللحظات أنا بستذكر أيام زمان لما أنت كنت حضرتك تروحي على الشام. شو عندك هيك هلأ بعد مرور 5 سنين من ما يحدث اليوم بسوريا، شو عندك ذكرى يعني معروف حبك للشام وقديه الشام بتعني لك؟ احكي لنا شوي هيك عن ذكرياتك ريم. المزبوط، بالنسبة لي كانت زيارة الشام أول مرة، يعني حلم حياتي، كنت هقول بس بتمنى قبل ما أموت إني أزور الشام. كنت حابة أو هيك كنت أتخيل إنه هقول بدي أحمل روح ستي، لأنه جدتي شامية اللي ما قدرت ترجع الشام لأنها أجت وصارت الحرب، فما عادت تقدر تشوف أهلها، فقلت بدي أحمل روحها وأمشي في شوارع الشام خليها تشوف الشام بروحها. طبعا هي توفت يعني من زمان، بس فكان أول دخول لإلي، فتت لحالي، كنت أنا جاي مع الأوركسترا الفلسطينية، كنا 70 واحد. إني بقيوا بالشام، قلت لنا أنا كان في حفلة عنا بالشام، قلت لنا أنا مش باقي ولدي بعمان طالع الليل على الشام. طبعا هني حاولوا يقولوا لي ما تطلع لأنه بالليل، بس رفضت. هذا كان بال2008. فطلعت لحالي بتاكسي، وصلت على الحدود ومرقت لحالي. أول ما شفت يعني إنه أنا وصلت لسوريا بكيت كتير كتير كتير، بكيت، كنت متأثرة جدا. بعدين أصدقائي استقبلوني، وكانت متأخر، يمكن كانت 2:30. وصلت وبأخذوني دغري على جبل قاسيون. بتذكر لما طلعت على الشام من فوق كان الفجر عم بيطلع شوي شوي، فقست بالبكاء كتير، بكيت وأنا عم بشوف كل الشام قدامي. فجأة حلم عمره سنوات طويلة كله بشوفه فرد قدامي، كان كتير مؤثر. ان شاء الله يا شاء رب الله يعني رب. تتحقق امنيه انه انت ترجعي مره ثانيه على الشام يعني، وبيكون اجواء الحريه اكثر ان شاء الله يا رب. كلمه اخيره لك ريم قبل ما ننتقل نشوف اغنيه لك ونودعك. لكن قبل هيك ريم، بس انا بحب اقول لك انه انت شخص مناضل، ونحن بنفتخر فيكي، وبنفتخر كمان اكيد بتفاؤلك بهالحياه يا ريم. والله عن جد الله يوفقك، وان شاء الله ما يستقر المرض، يزول المرض نهائيا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، يعني محكومون بالامل زي ما بقولوا، مجبورين، لانه يعني فيش طريق تاني، لازم الانسان يضله يحافظ على القوه اللي جواته او يكتشفها ويطلعها كمان، لأنه كلياتنا عندنا هاي القوة وهاي الطاقة، بس مش كل الناس تكتشفها وبتطلعها. اللي بدي أقوله آخر شيء إنه أنا بجد بصحة منيحة، اليوم في عندي ندوة بطول كرم راح أحكي فيها عن تجربتي مع مرض السرطان لحتى أشجع النساء، وراح يكون رايح على مستشفى المطلع بالقدس، هو كمان في عنده قسم لعلاج مرض السرطان. أنا قوية وأكيد أكيد راجعة أغني، بس يمكن راح أحتاج فترة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. الفنانة الفلسطينية وصديقة الثورة السورية ريم البنا، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وأكيد بنتمنى لك الصحة والسلامة أكيد يا رب. دوم إن شاء الله.